وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهالآيات تخليه يطمئن أن الله قريب منك وفوق ذي بعد بيستجيب دعوتك. بس سؤال يعني من الله سبحانه وتعالى العبد المخطئ أن أنا يعني حتى لو أنت بعت عني أنا قريب. اطمئنان أن إذا كل الناس بعدوا عني الله بتم قريب. الله أكبر يا أخوان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولكن لازم شرطين. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.